Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulullah kiram. Selamu aleyküm. Ve rahmetin minhu ve berekatun ve rubun emna ba'd. Rabbena hab lana imanen sadıkan nakiyyen tahiren. Ve cealna min ahlil kavli vel fa'lin el makbuleyni lebni beyne yedeyk. Allahümme barik lana fi sa'yina ve ra'yina. وقولنا وفعلنا آمين يا رب العالمين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتناول آية فقط من سورة الفرقان لقيتال هي آية 31. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي جعل الله له أعداء، عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا لم تأتي قصة من قصص الأنبياء عليهم السلام ولم يذكر فيها هذا النوع من المجرمين من أصحاب الخطايا والكبائر، وهم يتولون كبر الفتن، كانوا دائما يكونوا من علياء القوم بين ظفرين، يعني هما من النخبة الميت وباطل، وهذا اللي نعاني فيه احنا ما في ارض العرب وارض ما يدعى ارض الاسلام. هما القادمين في المقدمة هم اخجل الناس للاسلام واكبر اعداء الايمان، وهم المحرومون من تمام الاحسان. إذا ما يكون عدو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا من هؤلاء المجرمين، هؤلاء المخطئين وخاصة المشركين الذين يغطون شركهم وبغضهم للإسلام بالدعاية من أنهم لائكيين. لم نسمع ولم نسمع صوتا كذوبا وصوت هؤلاء الذين لهم صوت الفاعل والنقيق الضفادع وهلم جر. لا اريد ان اخوض في بعض الخصال القبيحه الكريهه لنا، لكن انا اقول صريحه من جبن هؤلاء ومن عداوات لهذا الدين العنيف ان لا يسمون انفسهم كفار بل هم لائكيين. ويجيبنا حين يقول لايكية هي تخلي كل إنسان حق الدين، نحن ما نقولناش العكس، لكم دينكم ولا ديني، وحتى صورة قول صورة كبيرين وواضحة، لكم دينكم ولا ديني، لسنا عليكم بمسيطرين، اختاروا ما شئتم، ولكن قبل الاختيار اعلموا أن بعد الاختيار إما نجاح أو خذلان، إما سعادة أو تعاسة. أما نور يسعى بين أيديكم أو ظلمة تقهركم وتضعكم، هذا من عدل الله في خلقه. إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. احنا الآن أكثرنا يدعي الإسلام، ولكن احنا في المهانة إلى ما فوق الأذقان، المهانة فوق رؤوسنا وفوق هاماتنا، لأننا لعبتنا بهذا الدين الحنيف. لا يمكن لنا أن ندعي الإسلام ونحن لا نفقه منه شيئا. الإسلام لا يريد الملفقين. أنا هات أنا مسلم، يعني باش تبني روحك وأنت على باطل، وأنت تشهد شهادة الزور، وأنت تبغض أهل الحق، وأنت تفقر من هو فقير، عذاب على عذاب. أتيني أنتم يا رؤساء الأموال إلا من رحم ربنا، هل منكم من يدعي أنه ليس بنص؟ لا، كلكم أنتم بكم بيضاء، بكم نقية، كلكم نظاف صافية. لا يا سيدي، أنتم على عكس ما تقولون. إذا كان ثم مجاعة، إذا كان ثم جهل، وإذا كان ثم بغض متبادل، هو من صنيعكم. أنتم تضربون الخصال الحميدة
وترفعون شأن الخسيس من الأخلاق من صحة التعبير. ليست هناك أخلاق إلا الأخلاق التي قضاها ربنا الذي قال لنبينا عليه الصلاة والسلام إنك لعلى خلق عظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكد بما أكد دوره الأخلاقي، لا أخلاق كان بل أخلاق قضاها ربنا، لأن من تبعه فهو من أهل الله ويصنع كل ما يقدر عليه في سبيل الله، ولا يبغي غير وجه الله ولا يبغي غير الله. إذا أعيد الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذا اعلموا قبل تكروا راكم خرجتوش من صفة الإجرام، وليمنع من خرش به على راسه إلى الجحيم، فما عليه إلا أن يتوب إلى الله العاجل، لأنه ما عندك حتى عذر أن تستمر في غلوائك وتستمر في شيطنتك. أنت أصلح لك أن بينك وبين الله ستر، أن تقول له وأنت صادق: ربي إني كنت من الخائنين وكنت من الكائنين وكنت من الجاهلين، فارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. ماذا ما فيها من ثقل هذه الدعوات، بل هي خلاص لكم من السجن الذي يطبعه لكم شيطانكم وربكم من دون الله. تحبوا لتكرمكم عباد الشياطين، هم منكم من وصلت في الوطاعة أن انتمى إلى حزب الشيطان في كل مكان، مثلا المعلي والعياذ بالله، فيما الجنسية المثلية، فيما المخدرات، فيما كل شيء، ونسبها مثلا أمريكا لدق حصونها ربنا، هي اللي كانت أولت كبرى الفتن في العالم، تقول يحارب الناس بكل في أمريكا، وهي في يد الجنسية الصهيونية. هل اليوم تخفي بعض النتائج لسوء فعلها ولقبح اختيارها؟ اختارت العدوان على كل البلدان، فهي اليوم لا خلا بيت الا في حزين او فيه ميت او فيه مقعد من جراء ماذا؟ من جراء اقتراعهم على اسرار الناس لكي يخدموا شؤونهم هم على حساب الناس. فكانت الحروب في كل مكان، والحمد لله كان بطلنا العراقي، الله يبارك فيه، لانه هو اللي خلى سمعه العراق حية في القلوب الطاهره، وهو بطلنا صدام رحمه الله حيا او ميتا، هو الذي جلبهم بصبره على مبادئ الاسلام، جلبهم الى اسطول الحرب التي دعكتهم وارهقتهم وافلستهم، وجعل الله من كان يخدم على نجاه البقيه منهم برئيس الحال، لكن ليس الى بلا حدود، بل هناك حدود. فإن التزم هذا الرئيس بما قاله في البداية فهو من الناجين إن شاء الله، وإن انقلب على عقبيه فلا يمنى على نفسه، وسيكون كارثة لمن اتبعه في تلك الديار التي ستخرب إن شاء الله إن لم يعج الآن وبالتوبة إلى الرحمن. أعيد الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنا مش هديك والله، لرب يهدي من يشاء ومن يحب، ولا فائدة حتى الرسل الكرام عليهم السلام كي يدعوا بما سيدنا إبراهيم ولا سيدنا نوح عليه الصلاة، ولا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحزنه كفر الكافرين ونفاق المنافقين، لكن سعيه بدايتهم لم يفلح إلا بمشيئة الله. ولهذا وكفى من الكافي والشافي والله، وكفى بربك هاديا ونصيرا، ما يشد من عضدك الى ربك بخلقك، ولا يزيد الا سبل الرشاد الى ربك بخلقك، رب السماوات والارضين، والسلام على اهل الاسلام اجمعين.